سنة 36 بقى الملك فؤاد مات، نعم وكان دعي ان هو يروح الإذاعة او يروح العزاء بتاعه او صوان، وان هو يقرأ فيه القرآن، وكان طلب منه انه يقرأ في الإذاعة فرفض، وحصل حاجات كتير برضو زي الشيخ رفعت ما قبلش ان هو صوته يسجل او يذاع في الإذاعة. هو الـ الـ الوقت ده كان ماسك الإذاعة سعيد لطفي، الله يرحم الجميع. سعيد امين يا رب. لطفي ده يبقى أخو أحمد لطفي السيد طبعا اللي هو المفك الفيلسوف الكبير. الكبير طبعا ورئيس جامعة القاهرة طبعا ووزير كده يعني أحمد لطفي طبعا السيد ترجم أرسطو وكذا. مظبوط. أخوه سعيد ده كان اللي ماسك الإذاعة. سعيد قاعد سمو، فحب ان هو يتعاقد معاه الشيخ الشعشاعي وغيره من القراء. صعبان عليهم القرآن ازاي؟ كان عندهم آداب، اول ما يبدأ الشيخ مفيش حد يدخن، اول ما يبدأ الشيخ مفيش حد يتكلم فيه، صح. لازم الشيخ يخلع الجزمة نعم وهو بيقرا، نعم ما ينفعش يكون نعم لابس الحذاء، قداسه، شعائر كده وطقوس حوالين القراءه. فاستمعوا له وانصتوا. ايوه هذا. طيب يتخيل بقى، طب افرض الحاجه دي في وسط اناس يرتكبون المعصيه لا ومشغلين يفهم القران، طب بيتكلموا في لغو وامور في كده. لغو، الصوت ده هيجي مع هذه المواقف؟ لأ، احنا ما نقبلش. وكمان المصيبة ان انا هاخد فلوس، يبقى انا بعت ايه كلام الله بثمن رخيص. فهو راح هو وغيره الى الشيخ الظواهري ثم الشيخ مصطفى المراغي، مظبوط. يعني شوف القلق. فالشيخ الظواهري قال لهم ما ينفعش الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، هو ده حلال 100%، واعملوا وسووا كذا. نعم. رفعت خلاص خد الفتوى من الشيخ، الشيخ خلاص هو الشيخ، نهاية الإفتاء. الشيخ راح لمصطفى المراغي عبد الفتاح، والشيخ مصطفى المراغي قال له لا روح وسجل واعمل وكل حاجة. فابتدى يوافق. كانوا بيخوفوهم انه ما تسجلوش يا اخوانا، لحسن لو سجلتوا هيستغنى عنكم، مش طالما هيبقى في هوا، مش هيجيبوكوا بقى خلاص. في حين انه الهوا كان على طول، يعني هم كانوا بيعملوا على الهوا، ما كانوش بيعملوا بالتسجيلات ده على طول على الهوا، وكان الاون اير ده له قيمته، ولا علشان يبقى فيه حياه وتبقى الحاجة حديثة وكذا إلى آخره. لكن الله يجازي بقى شوية أصحاب الإشاعات كانوا يعملوا كده. بس الشيخ ابتداء كان يفعل هذا خشية وجه الله سبحانه وتعالى، ولحسن يستعمل فيه. فلما جت الفتوى على طول ذهب إلى الإذاعة، وظل الشيخ الشعشاعي يقرأ في الإذاعة إلى أن مات 1962، عن 72 سنة رحمة الله عليه، رحمه الله تعالى. اللهم آمين.